شاشة الواقع نسخة البزنس خلاص عرفوا البزنس اثنين عرفوا هذا وين عرفنا هذا عرفنا على الشاشة الفلانية عرفت؟ نعم. في ناس نجم برا ومعروف وعندك قاعدة جماهيرية نعم. وجاك يشارك هنا ما جاك يشارك هنا اني خلاص انا عندي قاعدة جماهيرية ليش نعم. ادخل البرنامج الفلاني لا بالعكس ادخل برنامج الفلاني يضيف لي واضيف له جمهوري حتى الاول يتابعني في البرنامج الفلاني يحبني من الشاشة ممكن ما يحبني من شاشة السناب ولا من برنامج التيك توك يحبني من شاشة البرنامج هذا أكثر وأكثر يعرف سلبياتي ويعرف إيجابياتي صح مضبوط فبني آدم شفت النسخة اللي راحت كلها لابد لك سلبيات ولك إيجابيات أبو حمد بقول آخر رسالة شفت النسخة اللي راحت كلها النسخة اللي راحت كلها من منطلق قناة الواقع أنا أقول الله يوفقهم وكل نسخة ناجحة لكن نسختنا الحين اللي إحنا شوف كل نسخة تستمد بعدها نسخة أفضل نعم. نسخة أفضل نسخة نعم. أفضل أنا أقول نسختنا بإذن الله يعني من وجهة نظر وبإذن الله أنه بتدور السنين بتذكر كلامي هذا نسختنا هذه بإذن الله أنها راح تكون نسخة استثنائية استثنائية كيف باللي قاعد يصير الحين اللي أنت قاعد تشوفه من أول يوم تصفيات دخلنا نعم. أفكار وتجدد وشغل وترتيب ما أتكلم لك عنه كمتسابقين إحنا يوم متسابقين ما دخلنا ذا المكان هذا إلا ندري إحنا قوية ما فرضنا أنفسنا من بدت من بدت الناس إلا نحن عندنا شيء وفقنا الله سبحانه ولا كل شيء كل شيء حتى خويان اللي اسمع خلني أكمل حتى خويان اللي طلعوا مبدعين وناجحين شوف بس الله الله, الله ما كتب لهم يكونون في النسخة هذه اسمعني جعني في دخشمك خلني أوصل لنهاية النقطة عشان ما حد يأخذ مني نقطة ثانية عرفت شفت أخويانا اللي كانوا معنا في الأربعين كلهم ناجحين أنت معي كلهم ناجحين ولكن هم قاعدين يكملون نجاحاتهم الحين برا وبنشوف نجاحاتهم حنا أول ما نطلع بنشوف نجاحاتهم وهم يشوفوا نجاحاتنا الحين داخل وصفقونا هاي الشيء الأول الشيء الثاني أنا أقولك أبو حمد النسخة هذه كفريق عمل ما تكلمك عنكم متسوي كفريق عمل نسخة ناجحة حنا الكرة في ملعبنا الحين حنا كل شيء كل شيء موفر لنا الكرة في ملعبنا حنا دور السنين الجاية يقولون بزنس اثنين سووا له في النجاح نجاح النسخة وليس نجاح ذاتي يا سلامي عليك نجاح النسخة ونجاح هو إضافة اللي مثلنا وشروانا شروانك. يا أبو حمد حنا متسابقين للنسخة فأقول لك أنا يعني رسالتي لأي واحد طيب نيتك ونظف قلبك وتمنى لأخوك المسلم الخير وحتى خويك اللي تشوف ما هو مبدع ولا ما حالف الحظ حاول نساعده حتى ما حالف الحظ أخذ بيمينه يا أخي عادي جدا نعم. ترى ربي يفتح يد واحدة ما تصفق ناس شفناهم حنا في الساحة في الإعلام تعرفهم أنت بالاسم والله يذكرهم بالخير عرفنا ناس وراهم ما هم معروفين يعني نشوف فلان وفلان طلعوا في برنامج فلاني من قنوات الواقع وضربوا وطلعوا معهم ناس نجوم نعم. ربي يرزقني ويرزق مني نعم. فيمكن أنت يا خالد أنك تكون سلك الوصول يعني أنت تدخل في ذا برنامج وتنجم ويرزق يمكن باب خير له إيه وتطلع لا طلع تأخذ فلان تأخذ فلان تأخذ فلان خلاص نجح صح فالله يوفقنا يا رب الله ويكتب لنا يا رب الخير اللهم آمين أنا بيك تسمعني قصيدة شغلتك فيها مرة شغلتك فيها اللي هي بنات شيخان حلوة شوفي حلوة من الأشياء المتميزة عندي بما أني أنا أحب أحفظ للشعر فهذه مميزة عندي أحب كلماتها يقول حبيت كسر الروتين أول شيء ها؟ حبيت كسر الروتين لازم كن نوع كذا يقول باقي 90 يوم بنكسر الروتين انقل بس أسلح. يقول بنات شيخان اعزاز علينا يا سلام محصنات في قصور وعماير طيب ونغلي وكنا بالغلا ما درينا والله درى عماتك ان الضماير يا سلام الا اللي حان الوداع ومشينا وتفرق الجمعان والدم فاير يا شمتبنا اللي مغرض ما يبينا كأن الطبيب يضدنا بالجباير سلام سمحين ونصون الهوى لا هوينا صلفين صلفين لا ثار العجاج وتطاير سلام اللي تلاقى خيلنا واعتزينا ناطع على روس الأدمان خاير سلام. بعنا مع كبار البخوت وشرينا بالمرجلة والمنزلة والذخاير ويا ما عطينا من جوب وخذينا ويا ما تجرعنا الحلا والمراير واللي لنا
نفداه باللي علينا على كذا حتى تقر القراير. سلام. هذا السلوم اللي عليها نشينا ومن عاش في الدنيا يشوف البكاير وسلامتك. يا سلام عليك يا ابو حمد. سلام يا سلام. يسلمك. احب يا اخوي ذائقتك الشعريه يعني بعيدا عني اني اعرفك وصديقي يعني من زمان، لكن صدق ترى تعجبني ذائقتك الشعريه. يعني تسلم يا ابو طارد. تصدق عاد يا ابو حمد تدري ايش خاطري فيه؟ سم. يعني من قبل ادخل برنامج خاطري اروح مكه يا ولد. انا انت تعرفني طبعا، انا شهر ورا شهر شهر ورا يعني لو مرت شهرين بالكثير اروح مكه بالوالده اعتمر انا وياها. الايام اللي راحت انشغلنا انا وياك ورحنا الشرقيه ثم رحنا دابت ثم رحنا خلص شغال وقرش واجده ثم جاء البرنامج ثم ترتيبات البرنامج. تعرف عاد اذا جاء ترتيبات البرنامج لازم انك تطلع بالصوره اللي تجملك. نعم. وترتيبات وشغل. ف والله العظيم اني مشتاق لمكه، وانا باذن الله شتي رمضان رمضان ان شاء الله بطلع بامي مكه انا وياها 10 ايام يا اخي. ابي مكه قسم بالله تكفى ابو حمد. يا حلوها مكه. يمدينا نروح؟ يا حلوها مكه. اي والله زينه. نبي نروح عمره بعد. انا لازم سنويا. حي كنت سنويا انا كل شهرين. لا لا انا اتكلم. لا شفت امي منفسه اجيب راسي تري بوش يوم تبي مكه على طول تقول اي ما عندك مشكله. انا اتحداك تمر سنه ما اروح مكه. أخوي يا أخوي إذا نزلت مع القدية متوجه صوب مكة راح يشرفها. اترك هموم الدنيا كلها وراك، أنت متوجه لبيت الله. رح وطحن ربك وخذ لك ركعتين فيها بعد ما تخلص. فما كان في خاطرك كله. في بيت قصيدة تكفى يا محمد. والله العظيم. يقول من حاس ظني شي يقول من حاس فكريا وكذا ومحتاج لأسبوع بين الحرم والفندق اللي وزعنا. والله صدق. لازم يا أخوي إنك تروح أظهر ما في خاطرك لربك سبحانه وتعالى. ترى الله يحب عبده اللي يلح عليه بالدعاء. أي والله. الله يحبه. فلذلك الحياة هذه. أمس يا أخي جتني كتمة طرة هذا اللي يلح على عبده قبل أمس. جتني كتمة يا ولد غير طبيعية. كتمة ما ادري عاد من البرنامج ما ادري كذا جاني كتمة غريبة وانا افرش سجادتي واتسنن واتوتر. ودعي ثم نمت على طول. انا جيت في اشاخر نمت على طول يا ولد. قمت من النوم مسفل خاطري في خاطري ريالتي في راسي ريالتي ما هو في راس احد. ودي اقمز الجدران ودي اطق من القريه من قوه الريله دي. على طاري من قوه الريله دي ودي اطق على طاري ودي اقفز الجدران يا ولي. من محمد عيسى لا يدري بالريله اللي في راسي. قل لا اله الا الله. اسلم. لا اله الا الله. مره من المرات انه في الديره وقتها انا كنت صغير كنا نستانسل جاي نروح الديره. أخوي حياة ثانية. جدول ديرتكم؟ والله جدول. بكل أمانة حياة ثانية. متعة. هدوء. راحة بال. شو كنا صغار أصلاً ما كنا نعرف. عين الجبال قدامك يمينك يسارك. قسماً بالله في موقف أنا ما أنساه. حركة يدك؟ في موقف أنا ما أنساه. يا ولد تدري لدرجة إني خفت من المسبح. لكن غطست. جتني غطس يا ولد. خارج تخيل عيال اختي مجتمعين اللي كنا صغار. اذكر طعاتك مع عيال اختك. اي ولد. الخال الزاحف. انا بس الخال الزاحف فاله معاهم ما اعطيهم الضوء الاخضر. تفلقهم يفلقونك الوضع ريالتيكم هناك ظني غير جدا 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 شيء طبيعي. كف المبلغ اقول لك. كنت يا ولد قمنا الصباح طبعا شف الحياة جميلة جدا. نقوم الصباح نزين فطور. شوف وين نروح ناكله فيه؟ في المزرعة. في المزرعة. النخيل هذيك. علشان ناخذ جو انك كنا كاشتين. المشكلة البيت قدامنا. ايش فطورنا ذاك اليوم؟ والله العظيم البيت قدامنا. ونطلع ومعنا سيكل، السيكل هذا السيارة حقتنا، سيكل حاطين فيه حوض
إيه حق البلاستيك حق البقالات حق الطماط والبقالات ذا حاطينه طال عمرك نحمل عزبتنا. المشكلة نحط البريق فيه كله مزين في البيت زينه لنا حالنا ما نعرف نزين شيء. شفت نحطه نحط الخبز ونعطيها صوت نحط ناخذنا دبة موية. اي والله لو في تطبيق توصيل من اول كان انت ناجحين. نحط دبة موية ونحطها وين ما بين الكفرة والحديدة عشان اذا مش السيك عشان كل سيارة عايشين الجو. تسوي ذي الحركة ولا الجنزير اللي تحط على الكفرة عايشين الجو طبعا. متفاهمين قسما بالله متفاهمين من كل نواحي ان ما فينا احد يركب السيكل عشان من يركب السيكل ذا هذا بيركبه هذا بتجي مشاكل خاصه هذا يركب هذا الواحد اتوقع انا لك ندف لا ندف السيكل اللي يدف من ورا اللي يمسك من قدام اللي يلف يمين يلف يسار اللي يمسك فرامل السيكل انتوا اللي تسوقونه ما ايوه هو اللي يسوقكم ما انتوا اللي تسوقونه ونمشي نوقف عند ولا حطينا عند الخلاء اني بحط ذرة لبقه كذا ونجي في ذرة يا اخوي قسما بالله كنا عايشين حياة جدول جميلة جميلة جدا جدا. سيكل مرتبته ما فيها شيء. عقبها عقب ما افطرنا وقعد هايط على عيال اختي. هايط عليها الخال والد. انا السباح وانا اللي يبشر بالسعد وانا اللي شوفوا شوفوا خالك لا درجة اني اقول اصير الدفاع المدني عشان انقذ اتوقع من ذاك اليوم انقذ عقب الموقف اللي صار كنسلت الدفاع المدني عشان انقذ دخلت الواقع اللي يغطسون اللي يغطسون في السيول في الشعبان ايه عشان انقذهم وخر كل الدوله موقف علي اعطي نفسي اكبر من حجمي اول عرفت ونروح عندنا بركه فيها ماء وعندنا مزرعتنا الثانيه الماكينه اللي لو شغلت انت تقول تك 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 تجين صوت ايه تشغلها كذا بيد تك 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 جو صبوا كفخين مع النخل بس معنا صوت انه في النخل الثاني نخلنا اللي ما بين الزمن سباح جاي مولي نسمع يا ولد يا ولد وخر هناك بس وخر اجي عند عيال اختي اسمعوا كثر الكلام انا ما ابي عشان انا اكبرهم كثر الكلام انا ما ابيه لا احد ينزل واحد يطب في المسبح الحين ويغرق ترى ما فيني الحين اني انا اطب واطلع شوف الثقه انا ما قد سبحت الى الان انا قاعد اسولف يا الله يا الموت يقول انهم اللي انقذوك يا ولد اقسم بالله العلي العظيم اني شفت الموت بعيوني نطيت ولا ما نطيت هم اللي انقذوك احسب الارض قريبه ياوك ولي ويله ساعة ما طبيت محيفله بسم بالله خبرت مجيري لو تضغط بطني يطلع مويه يا ولد ساعة طبيت اللي يطلع من عيونه ما فمه ساعة طبيت اخو العيال عيال عيال اصيح لهم يجيب اخوي ينقذني يجيب اخوي يعرف يسبح وطلعني قسما بالله اني شارب ماء شهر قلين قلت بس والله اني حق شهر قدام يا ولد عقبه لا قمت اشوف البركه اجيني راعي انحاش يعني الحين ما تسبح تذل؟ لا الحين لا وقتها يمكن تصغير بس انك كنسلت فكره الدفاع خلاص كنسلت ابوي هذا بركه صغيره هذه كبرى غرقت فيها بس انت طابلك وخذوها طابلك بركه يمكن عمقها قوي لا عمقها مو لعلك تحمست يعني شو اقول لك يعني عمقها يعني لا الخط بعدين كان لا خط الاسود حق الباب شفت انت؟ يعني انا وقتها كنت صغير حبه ربع الحين حبتين تراك مس الحين صرت حبتين عرفت؟ تكفى يا خالد وين وجهك الحين لا شفت عيال اختك كذا يا ولد عند بركه لا الحين عادي تذكر يا خال لا الحين عادي تذكر بركه ذي يوم كنت تغطس فيها مسوي فيها لا احد ينزل وقتها جلست يومين مالي وجه لا شفت مويه الساقي يمشي ولا شيء يا ولد ما ودي انهم يشوفون مويه يا عاد لوني محلك شو بسوي؟ كان اشراكم فيني وانا غرق قدامكم عشان مره ثانيه ما تغرقون شفت اللي صار لي انا ما ابغى اسير لكم ترى لا خش اضبطهم كذا لا ما عليه هم الله يفهمون ذاك يوم الذل والله خلاني والله اعترف يا ولد نلعب يا اخوي زين حياه اول يا اخي تبي الصراحه حياه اول بسيطه جدا وجميله قسما تقدر انت تعيشها بس تدري احنا ايش مشكلتنا احنا ذبحنا التمدن الزائل
قسم يوم رحنا وياك قسما بالله العلي العظيم كنا نحط صحن من فوق نجلس على الصحن ونزحلق عادي حبيبي فعاليات راح يا حبيبي فعاليات حلوه وجذابه احلى الفقرات دن 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 اساسا قلها طبعا انت تزحلق من فوق انت تدري انك بتواجه شيء تحت رح على ما تواجه شجره ركبه انخلع انخلع حابوط ما تراك في النهايه بتوقع على وجهك طيب عادي متعايشين الوضع انت كل حياتك ببساطه حلوه تذكر يوم قبل برنامج تقديم مشار كذا تذكر يوم رحنا وياك ديرتكم ايه يوم كامل يا ولد حادفين الجوالات وعايشين الرياليتي صدق حتى اخوك كذا يقول اه والله العظيم والله العظيم اني اركبكم على الباب الايمن وانه اوديكم نقنص ايش في ذا حطنا في راسه اليوم ها ما قاعد اروح الا اروح نقنص ما قاعد يا ولد خلي يلعب عليك تروح تمشي معه اي انا ادري اعرف نروح نقنص يوديهم مكان ما فيه ابراج يلا انزل نزل العزبه انت وياه يلا اجلس قدامي قهوه هو اصلا منضبط عشان نصور سنابات فعلا رحنا المكان ما في ابراج نزلنا الطلي علقنا الطلي الله يكثر خيره خير الموجودين ذاك اليوم وخيرك وجلسنا وسفهلينا من العصر لين جاء الفجر يزين ذاك الجو تكفى يا اخوي اشتقت تحذر اخوي الوضع يطلب هدال ومبارك واخوي يا مرحبا ومسهلا اقلط اذا حاب تقلط اقلط اذا مو حاب بكيفك يا مو حاب يا مرحبا اقلط 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 يا ابن عمي اقلط ومسهلا اقلط ابو طلال ما دام انك جيت اقلط أبشر سعدك.